على مسؤولية توتو ميركاتو. توتو ميركاتو طبعا موقع شهير في إيطاليا، نشر النهاردة تقرير على أن نادي اليوفي حاطط محمد صلاح ضمن أهدافه الرئيسية عشان يتعاقد معاه بداية الموسم اللي جاي. يعني إيه؟ لا ومش هو بس، سواء هو أو كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان. طيب الكلام ده يدينا على طول نروح للكلام اللي طلع من ليفربول النهاردة، أن في صحيفة ميرور الإنجليزية قالت من يومين أن ليفربول بيفكر جديا في تسويق صلاح. يعني اربطوا بقى الكلام مع بعض، يعني هو بيفكر في تسويق أو رحيل محمد صلاح من ليفربول واستفادة من العائد المادي ليه في نهاية الموسم. طبعا مش دلوقتي، احنا ما كلامش دلوقتي، في نهاية الموسم هو الراجل حقق معاهم بطولة، وممكن إن شاء الله السنة دي حقق بطولة الدوري، فقال خلاص احنا خدنا منه اللي احنا عايزينه، نستفيد بقى منه ماديا لأن هيجيب لنا فلوس كتير جدا. يعني ميرور الإنجليزية قالت في استحالة في الفترة اللي جاية إن يبقى في تواجد لماني وصلاح. طبعا شفنا الأزمات الأخيرة ما بين محمد صلاح وساديو ماني بسبب طبعا لا ده بيباصل ده، لا ده ما بيباصيش لده. السنة اللي فاتت كان ماني ما بيديش كرة لصلاح، ما فيش، كان بيبقى صلاح لوحده وهو معاه تلات لعيبة يحاول يرقصهم ويشوط. السنة دي شفنا محمد صلاح نفس القصة، كان معاه تلات لعيبة وماني لوحده وكان بيشوط.